حلقتنا التالية أكيد رح نسلط الضوء على أنشطة نقل التقانة في جامعة البعث أكيد والفعاليات العلمية اللي تم الإشراف عليها أكيد بواسطة الدكتور إبراهيم تركماني مدير مكتب نقل التقانة وأستاذ في كلية طب الإسلام بجامعة دمشق. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباح الخير سوريا دائما. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. خلينا هيك بدايه نستذكر بعض اعمال المكتب واهم المهام اللي عم تشرف عليها حضرتك. يعني بدايه انا استاذ في كليه طب الاسنان جامعه البعث ومدير مكتب نقل التقانه في الجامعه. ماذا يعني مكتب نقل التقانه في جامعه البعث؟ يعني أنه أحدث بتكليف من السيد رئيس جامعة البعث ويتبع مباشرة للسيد رئيس الجامعة. طبعا المكتب بشكل عام يوجد عدة مكاتب منهم مماثلة مناظرة في الجامعات الخاصة والحكومية. طبعا هذه المكاتب أحدثت نتيجة قرار كريم من رئيس مجلس التعليم الأعلى سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قرابة السنتين، ومن ثم تم بالهيئة العليا للبحث العلمي قرارا من السيد الدكتور رئيس أو مدير الهيئة بإحداث المكاتب، المكتب الوطني لنقل التقانة. إذن مكتب نقل التقانة له مرجعية، هي اللجنة الوطنية لنقل التقانة وتتبع الهيئة العليا للبحث العلمي وإداريا تتبع لرئيس الجامعة. الغاية من هذا المكتب إحداثه هو ربط الجامعة بالمجتمع من حيث ما هو جديد في الجامعة من اختراعات وأبحاث يمكن نقلها لتكون أداة إنتاجية في يد المعامل ورجال الأعمال الصناعيين. عندما نتكلم عن الجامعة طبعا نتكلم عن كل الاختصاصات، يعني أنا أستاذ في طب الأسنان وبالتالي يعني هذا الموضوع كلفت أنه أكون مديرا لمكتب نقل التقانة. طبعا لاعتبارات أنه انتقاء لدي عدة براءات اختراع وبمجال الإبداع لي يعني عدة إبداعات، وبالتالي كان اختياري بهذا المجال. طبعا الإشراف بيكون على كافة الأصعدة بالجامعة وكافة الكليات لجعل الطلاب يعني بكافة مستوياتهم المرحلة الجامعية الأولى والعليا كدراسات عليا ماجستيرات أو دكتوراه من لديهم حالات إبداعية وبراءات اختراع توظيفها وربطها مع مواقع الإنتاج بالمجتمع. طبعا عندما نتكلم عن حمص نتكلم عن يعني منطقة وسطى كما هو معروف، تتمتع أنها منطقة يعني بعالية المستوى زراعيا صناعيا. طبعا لماذا نقول أنها يعني عالية المستوى صناعيا؟ لإحداث يعني منطقة حسياء الصناعية مدينة، وبالتالي يعني يوجد عدد من المعامل المهمة في منطقة حمص، وبالتالي يمكن لمكتب نقل التقانة التعاون وربط الجامعة بهذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، وبالتالي يمكن تطوير الحاجات الصناعية التي يعني يمكن أن تطور من الحالة الصناعية بالمجتمع، وبالتالي الموضوع يعود برمته إلى الحالة التنموية والإنتاجية. هذه يعني الفكرة منها، وبالتالي أحدثت هذه المكاتب أو اللجنة الوطنية لنقل التقاني في سبيل ربط هذا الجانب الإنتاجي التنموي بشكل علمي ومطور مع هيئة البحث العلمي، وبالتالي
ما لدى الجانب الإنتاجي من وسائل يمكن تطويرها، وما لدى الجانب العلمي المتجلي بأساتذة الجامعات وبطلبتها من حيث الأبحاث العلمية التي الذي يقومون بها. وبالتالي هذا الموضوع يعني مهمة، كانت يعني على عاتق مكتب نقل التقني. طبعا هي مهمته، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا كذلك هي تطوير و يعني توثيق حالات الإبداع بحيث تكون محفوظة قانونيا لدى الأساتذة والطلاب، في سبيل تحويلها من حالة إبداعية بحالة قانونية اللي هي براءات الاختراع، وبالتالي تشجيع الطلاب على هذا المنحة ومساعدتهم في وتسهيل يعني تسجيل إبداعاتهم في براءات الاختراع. كمان دكتور كان في عدة فعاليات وورشة عمل حول الوردة الشامية، كانت تحت عنوان الوردة الشامية وتراث وثقافة وصحة، وكمان نتج عنا عدة مخرجات، خلينا نحكي عنها وعن أهميتها. حقيقة هذه الورشة أنا أتقدم يعني بجزيل الشكر بداية للتعاون الكبير من الأماني السورية للتنمية التي يعني كانت مشاركة فعالة وراعية لهذا الأمر بورشة العمل التي أقيمت في رحاب جامعة البعث، وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. وكانت هذه ورشة العمل مهمة، شارك فيها الباحثون ومن جامعة البعث وفريق البحث الذي اهتم بالوردة الشامية، وباحثون ومحاضرون من الأمانة السورية للتنمية. طبعا يعني أنا كانت النجاح بهذه الورشة بفضل كمان يعني مشاركة مهمة من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مشكورين، فكانت هذه الورشة ذات إطلالة علمية يعني تسلط الضوء على الوردة الشامية بشكل واسع ومهم. وطبعا من خلالها يعني سلطنا الضوء على منتج مهم جدا كان بالنسبة لنا من يعني فريق بحث الوردة الشامية، يلي استطاع أن يشكل أو يحصل على براءة اختراع بمعجون أسنان وغسول الفموية من الوردة الشامية طبعا، ونال براءة اختراع، ومن ثم بعدها يعني براءة اختراع نال جائزة في الذهبية بمعرض الباسل، وكذلك نال جائزة مهمة ذهبية في لبنان، ونال من جنيف جائزة 2023 لمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يعني كان يعني ورشة العمل تضم جوانب مهمة، سلطت الضوء على الوردة الشامية بشكل عميق، وكان حضور يعني للطلبة بشكل واضح، وهذا يعني تنمي بفكر الطلبة نحو الإبداع ونحو المنتج الوطني الذي سجل بفضل جهود الأماني السورية للتنمية باليونسكو. وبالتالي يعني هذا التطوير أو إضاءات على موضوع المنتجات الوطنية ذات البعد الاقتصادي والتراثي المهم للمجتمع. تمام دكتور، من الوردة الشامية خلينا ننتقل نحكي، حضرتك أستاذ ورئيس قسم بكلية طب الأسنان بجامعة البعث، وأيضا من مؤسسي هي الكلية، يعني ورش عمل مستمرة وعديدة ومؤتمرات علمية إن كانت بمشاركات من سوريا وخارج سوريا، احتضنتها هي الجامعة لتواكب كل جديد بطب الأسنان، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلأ حقيقة يعني كلية طب الأسنان بجامعة البعث أحدثت بمرسوم كريم وعطاء كبير من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وهذا المرسوم أحدث من خلاله كلية طب الأسنان في جامعة البعث يعني، وبالتالي في عام 2014، وبالتالي كانت البداية ل يعني
تتشكل جامعة البعث بأسرة بفرد من أسرتها اللي هي كلية طب الأسنان. كانت الحاجة ملحة حقيقة من أجل تخدين المنطقة الوسطى بشكل مهم ومادي ومحافظة حمص بشكل خاص، بالإضافة إلى يعني كل المدن السورية. طبعا الموضوع أنه كلية طب الأسنان يعني هي نصف أساتذتها كانوا يداومون ضمن الجامعة لكن بموقع جغرافي هي بمدينة حماة، ومن ثم بعد ذلك انفصلت وأحدثت جامعة حماة، وكان في كلية طب الأسنان بجامعة حماة والآن في كلية طب الأسنان في جامعة حمص بجامعة البعث بحمص. وبالتالي هي النقطة شوي اللي بتغيب عن الجمهور بالسؤال عن كلية طب الأسنان بجامعة البعث، فتاريخيا إذا بهذا الشكل. طبعا نتيجة أنه خبرات أساتذة، ليش أنا حدثت حكيت عن النقطة التاريخية، يعني الأساتذة اللي موجودين ما هن أساتذة محدثي بالتعليم العالي، لا هن أساتذة لهم عراقة كبيرة وعندهم تاريخ تعليمي وبحثي مهم جدا، وكلهم أساتذة يعني متميزين حقيقة بشكل كتير كبير وعندهم قدرات جدا عظيمة، مؤهلين وأساتذة يعني بمستوى جدا عالي. زملائنا بالكلية كانوا يعني أسرة متماسكة جدا، قدرت من خلال التعاون العلمي الكبير بيناتهم أنه يعني يسيروا بالعملية التعليمية بشكل كبير وممنهج، لدرجة أنه اليوم نحن الحمد لله خرجنا عدة يعني خريجين دفعات من الكلية وبنجاح، وطلابنا كلهم يعني بتابعوا بالدراسات العليا، ومنهم من افتتح العيادات الخاصة وحول الجامعة بمدينة حمص، ونتابع أخبارهم وأخبارهم رائعة مع العلاجات التي تقدم للمجتمع، وهذا يعني فخر لجامعة البعث كلية طب الأسنان بمنتج علمي مهم، يعني سواء نافس بالماجستيرات بالجامعات الأخرى أو ضمن المجتمع كان بإمكانهم فتح العيادات بشكل ممتاز جدا ومعالجة الناس بكل يعني بكل يعني إمكانيات مهمة لطبيب يقدر حديث ويفتتح عيادة وينطلق مباشرة. هاي نقطة نعتز بها. طبعا نحن وقت نحكي على كلية طب الأسنان بجامعة البعث بنحكي على منهجية عالمية تتبع بالجامعات السورية كلها، يعني كل كليات طب الأسنان تتبع نفس المنهجية العلمية، وبالتالي يعني نحن نحافظ على المستوى السوري اللي بنعتز فيه بطب الأسنان ونحافظ على المستوى العالمي. نتميز بكلية طب الأسنان بالعمل المهم جدا، بالإضافة للنظري طبعا لمستوى الأساتذة والإشراف من أطباء مهمين بالجانب العملي، ونتميز بالتعويضات باعتبار أنا بدرس هالمقرر هذا، أنه نحن يمكن الجامعة الوحيدة أو كلية طب الأسنان ومنشجع الآخرين على المعالجة بالأجهزة الهيكلية اللي كتير مهمة بالنسبة لنا. فإذا في تميز حقيقة في كلية طب الأسنان بشكل كتير مهم بالناحية العملية للمستوى العالي اللي بيمارسوه طلاب طب الأسنان، وهذا عم نلاحظه بين خريجينا. النقطة الثانية اللي هي حضرتكم تفضلتوا فيها وهو النشاط العلمي بالنسبة لكلية طب الأسنان. طبعا إيمان إدارة الكلية وإيمان الأساتذة في الكلية بأهمية رفع سوية طبيب الأسنان وطالب طب الأسنان باستمرار، تقوم الكلية من خلال إدارتها مشكورة بتنظيم دورات مهمة سواء على الصعيد العملي أو النظري ومستمرة، يعني نحن لدينا دورات مستمرة يلقي هذه المحاضرات ويشرف على هذه الدورات
أساتذة الكلية ويشاركنا حقيقة أساتذة من جامعات القطر سواء من دمشق أو من تشرين أو من حلب أو من طرطوس أو من حبا. فكل الكليات طب الأسنان نستضيف أساتذة محاضرين يشاركون هذه الدورات التي يعني تسلط الضوء على أحدث ما يوجد من أبحاث ومن أفكار إبداعية علمية في مجال طب الأسنان. طبعا طب الأسنان هو يعني من الفروع المهمة التي يعني يبدع فيها الطالب والأستاذ والممارس، وبالتالي أكيد أكيد دكتور متجددة. أكيد دكتور الطلاب عندك والخريجين والأطباء يلي أكيد بيفتخروا إنه عندهم دكتور وأستاذ مثل حضرتك بتابعهم دائما بالفعاليات والمؤتمرات والاهتمام كمان. خلينا هيك بآخر كم دقيقة من وقتنا نعرف شو هي تحضيراتكم القادمة. هلا الموضوع نحن حقيقة بالأسبوع القادم عم نحكي ببداية كانون الأول، في عنا دورة مهمة يعني بالجراحة الفكية ومشارك فيها عدد من الزملاء ومسلطين الضوء على أكثر من جانب بالجراحة الفكية، سواء الجانب التعويضي أنا بشارك بمحاضرة أو بالجانب الجراحي البحث، وحتى بالجانب اللي بتضمن التقويم مع الجراحة. وبالتالي الموضوع يعني كل أساتذتنا نحن مشاركين بهالدورة بالإضافة إلى زملائنا من جامعة دمشق ومن جامعة تشرين، وبالتالي الموضوع يعني حقيقة في له تناول لموضوع كيف نحضر الفم جراحيا بشكل جيد ومن منظور يعني متنوع بين الأساتذة لبعدين يشاركوا بحوارات ونقاشات مع الأطباء المشاركين. طبعا هاي الدورة موجهة للأطباء لأطباء الأسنان، وبالتالي يعني في حضور جيد وفي يعني مستوى من المحاضرات كتير مهم، لأنه أحيانا الموضوع الواحد راح يتناول بأكثر من وجهة نظر، وبالتالي الأساتذة يعني راح يتناقشوا بالأفكار العلمية يعني مع الأطباء الممارسين يعني مشاركين بهالدورة هاي. وبالتالي يعني هاي من يمكن ختام العام 2023 بكلية طب الأسنان راح يكون بهالدورة هاي. طبعا الدورة ما بتنتهي هون، لأنه هي بتبلش وبتبدأ بعدين بمرحلة عملية وبتاخذ وقت مهم. يعني نحن بالسنة الماضية عملنا دورة بمية ساعة، دورة نظرية وعملية، وبالتالي يعني في عنا دورات طويلة المدى مهمة سواء بالجراحة أو بالزرع أو بالتعويضات أو بالتقويم وبكل المجالات. يعني بيكون في دورات متخصصة ذات أهمية بالنسبة لطالبنا وبالنسبة لزميلنا طبيب الأسنان. تمام دكتور، يعني حابة أسألك اليوم قدامهم جيل الشباب إذا فينا نقول الخريجين من كلية طب الأسنان حضور المؤتمرات العلمية والندوات للانفتاح على ثقافات جديدة، لتعرف على خبرات الأطباء، لمعرفة ما هو جديد اليوم بطب الأسنان. هلأ الموضوع بموضوع المشاركات وموضوع ليش نحن بنعمل يعني دورات ومؤتمرات. حقيقة الدورات والمؤتمرات فيها أهمية وإلى بعد علمي وتفكير ناضج من الذي أحدث هذه الدورات وهذه المؤتمرات. لإيمان من يقود هذه العملية الإدارات العلمية أنا بدي أقول لإيمان بأنه دائما في علوم متطورة. طبعا من يلتقط هذه العلوم هن الناس المتخصصين والأساتذة بهالمجال، هذا بيعرفوا وين النقاط المتطورة، لأنه هن ناس رجال علم ومتابعين لآخر المستجدات العلمية، وبالتالي يستطيعون أن يتفهموا أي طريقة أو أسلوب أو بحث ويستطيعون نقله لجماهير أطباء الأسنان. وبالتالي هذا الموضوع غايب الأهمية، غايب الأهمية يكون في دائما يعني دورات، لأنه دائما في عنا مستجدات بطب الأسنان أكيد. بالعلوم الطبية بشكل عام وبالعلوم الهندسية، لكن خلينا نقول أنه بالمجال طب الأسنان دائما في حالة تطورية عالية المستوى، لسبب أنه أطباء الأسنان هن بيمارسوا يدويا،
مساحة الممارسة واسعة جدا، يعني ما في طبيب أسنان ما عنده عيادة أو بيدخل بمجال الدراسات. والأساتذة هن دائما إذا بنشوفوا مبتكرين، يعني غالبية أساتذة طب الأسنان هن بحالة إبداعية كبيرة، لأنه بتمتزج مع المهارات اليدوية ومع الحالة الفنية اللي بيعيشها الإنسان. ما أنا يعني بحتي علوم بحتي، لا، هي علوم فيها كثير من الممارسات المهمة تتعلق بالذوق العام، بالفن، بالعلم كمان. بالضبط. وبالتالي هي بتعطي حالة إبداعية وحالة نفسية عالية المستوى بالنسبة للباحث، لأنه بيشعر بوجود أنه هو دائما في شيء عم يقدر يحط شخصيته فيه وفكره فيه، وبالتالي ممكن يحط هاللمسة الخاصة فيه، وتكون حالة يعني مهمة جدا بالإبداع. وحقيقة أنه أساتذة الجامعة هن حافز جدا مهم بتحفيز هالإبداع هذا. والشيء المهم أنا اللي بدي أقوله، حقيقة يجب أن نثني على من أحدث معرض الباسل للإبداع والاختراع. يعني هذه الفكرة الرائعة جدا التي خدمت الأجيال وخدمت يعني طب الأسنان بموضوع إظهار المبدعين والمخترعين، وبالتالي عم نشوف المساحات الكبيرة بكل المجتمع من حالة الإبداع يلي موجودة تتسلط، والدولة ترعاها بشكل يعني مهم ضمن معرض مهم لتقدموا بعدين للعالمية. ونحن شفنا من خلال معرض الباسل أي تشجيع لطلابنا خاصة بطب الأسنان وطلاب الجامعة بشكل عام، إنه من خلال معرض الباسل المشاركة تعني مشاركة عالمية، يمكن أن ننتقل من الحالة الوطنية اللي بمعرض الباسل ليصير في ترشيحات لموضوع المعارض العالمية. أكيد دكتور، بنتمنى دائما المزيد من الفعاليات والتطورات اللي أكيد بنواكب أحداثها مع حضرتك، وأكيد كثير من التفوق والنجاح والعالمية لكل خريجين وأطباء الأسنان وكل المجالات، مشان ما حدا يزعل. شكرا لك. شكرا. للختام الدكتور إبراهيم تركماني، مدير مكتب نقل التقاني وأستاذ في كلية طب الأسنان جامعة البعث، نورتنا، وأكيد يعطيكم العافية وجهودكم الكبيرة ضمن هذا المكتب. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.